سمير هيكلمنا على بريك ثرو سوليوشن فور دايابيتيك ريتينوباثي بيشنتس ان 2021 فينوفيبريت تكنولوجي ناو ان ايجيبت. تفضل استاذ سمير. First, I would like to congratulate Professor Shaltut for the Congress and my gratitude for allowing me to share in this scientific event. I'd like to thank Professor Fahmi Amara for the introduction. بس المعزة معزة الأخوة. These are my disclosures. This is an Abbott symposium. My agenda will include situation in Egypt, financial burden, evidence-based data, impact on guidelines or consensus, suggested mechanisms and take-home message. وأوعدكم ما استهلكش الوقت كله. هنا أنا عاوز أوريكم بس دي مش الصورة التقليدية اللي بتتعرض. أنا عاوز أوري الفرق بين البريفيلنس أو النمبر أوف دايابيتيك بيشنتس واللي بيتصرف عليهم. هاخد نموذجين الولايات المتحدة الأمريكية ده العدد وده اللي بيتصرف عليه. مصر هنا ده العدد واللي في اخر صف مش هتشوفه اللي بيتصرف عليه لانه قليل قوي. مفيش اسوأ مننا غير بنجلاديش. ده البريفيلنس بتاع الديسجلايسيميا في مصر. هنلخصها كده. حاليا احنا اشتغلنا وده شغل 12 مع الدكتور مجدي حلمي 16.8% البريفيلنس في مصر، الستات 19%، الرجال اقل من 13. وده البري دايابيتس. خلي بالكم البري دايابيتس تقريبا قد الدايابيتس. احفظوا الرقم ده لان هنحتاج له دلوقتي. ليه هنحتاج له؟ الشغل ده برضو 12 من فيو ييرز 2018 مع الاستاذ مجدي حلمي برضو. عاوزكم تركزوا هنا. ده يوم ما تشخص، يوم ما تشخص 3.3% اوريدي عندهم نيوروباثي. عشر عياننا يوم تشخيصهم كان عندهم كيدني ديزيز. هنركز هنا على موضوع المحاضره. 8.5 العيانين اللي شفناهم كان عندهم اتليست 1 جريد اوف ريتينوباثي، واللي متشخصين النهارده عشرهم اوريدي عندهم ريتينوباثي. الارقام وحشه ومن اول يوم تشخيص وي ار اوريدي ليت. خصوصا ان في مصر 17% بس من المرضى هم اللي مظبوطين. واللي ظابطين التريبل اي دي اي تارجت اللي هو الكوليسترول والبلاد بريشر والهيموجلوبين اي 1 سي 24 كل 1000 مريض. وده أدى إلى إيه؟ ده شغل نشره الأستاذ الدكتور صلاح شلباية منشور السنة اللي فاتت. نص عياننا في مصر عندهم مايكروفاسكولار كومبليكيشنز. نص، يعني كل 2 واحد. طب إيه الفاينانشال بيردن؟ ده شغل اتعمل مع الأستاذ الدكتور أبراشي ومجموعة من الأساتذة والعبد لله و12 في جلاسكو سنة 2017. العالم متوسط اللي بيتصرف عليه على الديابيتس البني آدم $1600 في السنة. المينا ريجن الربع 483. في مصر نص الربع. المشكلة إيه؟ إن في مصر 80% من المصروف ده أوت أوف بوكيت. يعني إيه؟ يعني العيان بيطلعه من جيبه أو أسرته، مش من الدولة. طب إيه المشكلة التانية؟ ان تلتين المبلغ ده مصروف على الكومبليكيشنز. يبقى الكومبليكيشنز غاليه مش بس في المود اوف لايف وفي الموربيديتي، لا فاينانشال. طب حاجه اسوا،
انت عشان تعالج او تو بريفنت ريتينوباسي لازم تكتشفها. اكتشفنا ان اقل من 9% من المرضى المصريين هم اللي بيعملوا سكريننج للريتينا، اقل من 9%، ودي مهمة جدا. بينما كلنا نعرف ان دايابيتيك ريتينوباسي هي الميجر كوز اوف بلايندنس، الموست فريكوينت كوز اوف فيجن لوس، الجريتر في 29 ضعف لايكلي هود اوف بلايندنس ان دايابيتيك بيشنت. قول 7% من عيانين تايب 2 هاف فيجن ثريتنينج دايابيتيك ريتينوباسي، خصوصا اللي ايه اللي عندهم دايابيتس اكتر من 10 سنين. طيب ايه المشكله؟ المشكله دي معلومه علميه لازم نتذكرها. Once diabetic retinopathy develops there is a high risk of progression. ونشوف هنا الكيرف، دول ناس ما كانش عندهم at onset retinopathy، بعد 12 سنه 27%، الربع بس اللي عنده. دول كانوا عندهم من الاول زي اللي اكتشفناهم اول يوم، بعد 12 سنه 82% منهم هيبقى عندهم بروجريست ريتينوباثي. كلنا شفنا اليو كي بي دي اس داتا وشفناها كتير قوي، بتقلل المايكروفاسكولار كومبليكيشن 37%. يعني ايه 37%؟ يعني في فوق ال 60% بالرغم من كده هيجي لهم ايه مايكروفاسكولار كومبليكيشنز. مش بس كده، دي الادفانس ستادي، ودي ستادي شيقه جدا، ورت ايه؟ ورت ان المايكروفاسكولار كومبليكيشنز عموما سيجنيفيكانتلي ديكريزد، رائع. وورت ان الورسنينج اوف نيفروباسي سيجنيفيكانتلي ديكريزد، رائع. بس ما كانش عليها تاثير سيجنيفيكانت على ايه؟ على الريتينوباسي. On the other hand، لما استعملنا الفينوفايبريت النانو بارتيكلز تكنولوجي في الفيلد ستادي، لا هنا قل 31% وهايلي ستاتيستيك سيجنيفيكانت، اللي هو البيشنت ريكوايرنج ا فيرست ليزر تريتمنت. الكيوميوليتيف ليزر تريتمنت ناقص 37% وهايلي ستاتيستيك فيري هايلي ستاتيستيكلي سيجنيفيكانت. في الفيلد ستادي برضه الاوبثالمولوجي سب ستادي الميجر ريتينال باثولوجي قلت قد ايه؟ 34% وستاتيستيكلي سيجنيفيكت. طيب الاكورد اي ستادي 40% نقص وستاتيستيكلي سيجنيفيكت. طب والنمبر نيدد تو تريت قليل جدا 27، انت محتاج 27 عيان تعالجه علشان تمنع ايه؟ تمنع progression of retinopathy العيان. رقم رائع. طيب هل بس في كده؟ الاكورد ورت ال progression to diabetic retinopathy قلت ب 40%، مايكرو البيومينوريا قلت بنسبه 8%، ماكرو البيومينوريا نزلت 15%. طب الفيلد ستادي از مونوثيرابي قللت حاجات كتيره جدا. الكيوميوليتيف ليزر تريتمنت فور دايابيتيك ريتينوباثي ناقص 37%، ميجر ريتينال باثولوجي 34%، بروجريشن تو مايكرو البيومينوريا 14%، دايابيتس ريليتد امبيوتيشن 36%. طب زي ما جبنا سيره، مش بس اشتغلت على المايكرو، ده اشتغلت على الماكرو. الميجر كارديوفاسكولار ايفنتس قلت بنسبه 31%، التوتال كارديوفاسكولار ايفنتس ناقص 27%. طيب نشوف داتا احدث شويه، نعرف الميكانيزم ازاي. هي نيورو بروتكتيف، وده شغل اتعمل شيق جدا، عملوا ده شغل اكسبيريمنتال. السباسيال فريكوانسي اتحسنت بالفينوفايبريت، ده 8 اسابيع، ده 12 اسبوع. البانل الثاني، البانل الاخير ال دي ان ايه فراجمنتيشن اتحسنت قلت.
ده كان له امباكت على الجايد لاينز ازاي. الرويال كوليدج اوف سالمولوجي سنه 2012 consider adding phenofibrate to a statin for non-proliferative retinopathy in type 2 diabetes level B. طيب. International Diabetes Federation 2012 consider addition of phenofibrate especially when retinopathy is present. طيب نروح 2017. Retinopathy progression may be slowed by the addition of phenofibrate particularly, خلي بالكم الحتة دي, with very mild non-proliferative diabetic retinopathy at baseline. يعني يعني ما استناش لما العيان يتعمي وبعديها ابتدي احاول اعالجه. ما استناش لما يبتدي يبقى عنده proliferative retinopathy. لازم non-proliferative early انقذه. وده اللي خلى الجايد لاين في 2018 بتقول ايه؟ although recommendation for cardiovascular prevention or treatment, يعني بصرف النظر although not recommended, لازم نديها for slowing progression of established retinopathy. خلي بالكو grade A level 1A. الصوت لو سمحتوا, صوتي لو سمحتي. طيب هنا برضو بيأكد, ودي مقالة سنة 2020, recent development in diabetic retinal neurodegeneration. عمل review of literature, جاب literature كتير وأكد ان ده الموضوع الأساسي. Neurodegeneration plays a significant role in the complex pathology of diabetic. ما ننساش ان الريتينا is an extension of the brain. It is a nervous tissue. Effect of modified low density lipoproteins and phenofibrate on an outer blood retina barrier model. طب الحتة دي مهمة؟ ايه اهميتها؟ عشان كده بنأكد انه نانو بارتيكلز او نانو كريستال تكنولوجي. ليه؟ حاجتين. اولا قادرة تعدي blood brain barrier. نمرة اتنين ان تعامل الليفر مع البارتيكلز دي مختلف تماما عما اذا كانت نون نانو كريستالز. عشان كده شركات كتيرة النهارده بتشتغل على ادويه كتيرة قديمه بيحاولوا يشوفوا لو عملوا لها نانو بارتيكلز تكنولوجي تعمل ايه. بعض الناس لقوا ان هيستعمل جرعات اقل زي ما حاصل في الفينوفايبريت نانو تكنولوجي, والافيشنسي بتاعتها هتبقى ماتش هاير. مش بس كده, بما انها lower doses lower adverse events. هنا again phenofibrate reduced severity of neuroretinopathy. ده ديسمبر 2020. وده affected the guidelines. مثلا 2020 ده الامريكان اكاديمي اوف سالمولوجي السنه اللي فاتت, diabetic retinopathy preferred practice pattern. طبعا لازم ندور على السيمتومز وسيستميك ستاتس وجلايسيميك كنترول, لكن other treatment such as dialysis and phenofibrates. ده سنة 2020. طيب ده برضو كان له امباكت على حتى الاثيروسكلوروزيس والكارديولوجي سوسايتي. سنة 2019 كان كل كلامهم انه فينوفايبريت مش زي جيمس في بروزيل, ده سيف دراج. طيب متشكرين, ما قلتش حاجة جديدة. بعد كده هو ابتدى يهتم ان هو ممكن نديه في الفيري هاي ترايجليسرايد عشان نمنع البنكرياتايتس. متشكرين, ده حاجة قديمة. لكن في 2021 هكبرها عشان نشوفها. In patient with this lipidemia, retinopathy progression may be slowed by the addition of phenofibrate, particularly with very mild non-proliferative diabetic retinopathy at baseline. فده شيء تأكد سنة 2021. احنا عارفين ان الريتينوباسي بتمر بستيج non-proliferative وفيها mild وmoderate وsevere والproliferative. احنا واجبنا المهني والاخلاقي
والعلمي ان احنا نبيك اب الحالات المايلد نون بروليفيريتيف ريتينوباثي ات ذا بيز، لان هي دي اللي فيها الامل الكبير تو ستوب بروجريشن. هنا واحد يقول لي طب المالتي فاكتوريال بتاع الستينو ستادي كلنا عارفينها، استعملوا مالتي فاكتوريال ابروتش، مالتي ديسيبلينري هوليستيك ابروتش، ايوه، وعرفوا يقللوا الريتينوباثي متشكر. لكن بعد عده سنوات ايه اللي حصل؟ ال 24% ريتينوباثي بقت 48. ليه؟ لان هي اتز بروجريسيف ديزيز، لازم استعمل ماده اخرى، حاجه تانية ندور عليها عشان نوقف. بعض الناس بتريلاي على الليزر ثيرابي. خلي بالكم انتوا عارفين الليزر ثيرابي ده عباره عن ايه؟ حاجه بتحرق الانسجه، بتحرقها عشان ما تعملش نيو فاسكولاريزيشن وما تنزفش، فهي بتحرق اجزاء وبالتالي ليها ديليتيريس افكت على الفيجن، يعني سايد فيجن، عشان كده صعب يسوق عربيه بعد كده. In most cases neovascularization is permanently stopped after laser therapy. لكن في neovascularization may remain or develop new lesion necessitating further sessions. يبقى هحرق زيادة. In the ophthalmology substudy reduced diabetic retinopathy progression in patient with pre-existing diabetic retinopathy. عايزين نبص لها هنا اهو. ده all patients non-significant. ما تحسنش لانه اول بيشنت. طب هنا الناس اللي ما كانش عندهم في الاول اتحسن بس نون سيجنيفيكانت. طب هنا الكولومن الثالثه اللي هي الناس اللي اكتشفوا في الاول ان عندها نون بروليفيتيف ايرلي ريتينوباثي ات بيز لاين، دول اتحسنوا حوالي 80%، رقم مهول. ما فيش حاجه عملت كده في الترايلز. وبالتالي احنا واجبنا نبيك اب الحالات، نديكت الحالات ايرلي، لكن هي بتحسن الوضع ايفن ايرلي ستيج بنفيت وليت ستيج بنفيت، يعني بتحسن في كل الاوضاع، لكن هو واجبنا ان احنا نكتشفها بدري. طب بعض الناس يقول ايه؟ يعني يكون مثلا الليبيدز، لا الليبيدز وير نوت اسوشيتد ويز ديفلوبمنت اوف دايابيتيك ريتينوباثي ريكويرنج ليزر ثيرابي. الفينوفايبريت نانو كريستال تكنولوجي هاد نو افكت اون نون دايابيتيك ريسك فاكتورز زي الفاستنج بلاد جلوكوز او لاجليتد هيموجلوبين او سيستوليك بلاد بريشر. لا، ده حاجه بيوند الحاجات دي. هي حاولوا يفسروها. طبعا البي بار الفا له دور مهم، وعموما هم قالوا ممكن نلخص الميكانيزمز يا ليبيد ديبندنت يا ليبيد اندبندنت. طبعا الريدكشن اوف ابو، الموديوليشن اوف ابو اي، الريدكشن اوف فري فاتي اسيد، الريدكشن اوف لايبوبروتين، اوكي، لكن النون ليبيد اهم. بريفنشن اوف ابوبتوزس، النيورو بروتكتيف افكت، الانتي اوكسيدنت انتي انفلاماتوري اكتيفيتي، الانتي انجيوجينيك اكتيفيتي. ما ننساش ان الريتينوباثي عباره عن نيو فيسلز. Protection against blood retinal barrier breakdown. خلي بالكم هنا حاجة حبيت احطها عشان to insinuate لكم انه يبدو انه الشغل بيبقى على المايكروفاسكولتشر. الدليل على كده ايه؟ ان في الفيلد الفينوفايبريت reduce the risk of progression to albuminuria، يعني لها beneficial effect على النفروباسي. To conclude, my take-home message is the following. Early screening for mild non-proliferative diabetic retinopathy is a cornerstone for the prevention of vision loss in patients with type 2 diabetes. ده واجبنا. وعلى فكرة في دلوقتي ongoing project بيتعامل مع وزارة الاتصالات وبيتعامل مع جهات فرنسيه ان بيتعمل ماسيف سكريننج للريتينوباثي، وبيتحط في ده يعني اتشيفمنت جديد ان هو اي حد ان شاء الله تجاره متوسطه يعلموه يعملوا له تريننج
ياخد الصورة، والصور دي بتروح لداتا بانك ضخمة يانتربريت إذا كان ده فيه ريتينوباسي ولا لا، يوم يبعت له رسالة يقول له روح عند طبيب الرمد يتأكد من الموضوع ده. مشروع ضخم ويعني ممول من وزارة الاتصالات في مصر. There is a need for an effective, safe and non-invasive treatment for diabetic retinopathy at every stage of the disease. Fenofibrate, the nanoparticles technology, fulfilled with great efficacy and safety this unmet need. Thank you very much. شكرا أستاذ سمير، محاضرة جميلة وبينا فيها الإفكت حاجات الجديدة بقى النانو تكنولوجي وقد إيه الجرعة اللي جابت نتائج، وحضرتك بينت إن you have to start treatment very early قبل ما يبقى proliferative. بشكرك شكرا جزيلا. هنبدأ الجلسة اللي بعد كده يا جماعة، تفضل.